Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'électrophysiologie cardiaque. C'est un cours de la physiologie, deuxième année médecine. T'as la première unité, t'as l'unité cardiovasculaire. Dans le cours, on va voir le contenu. راح نديرو لانتروداكسيون ستادير راح نهضروا شويه على الكور نهضروا على السيركولاسيون سانغين وراح نهضروا بوكو بلوس على لينيرفاسيون دو كور هذا الكور راح يهضر بوكو بلوس على لينيرفاسيون دو كور والاوتوماتيزم كاردياك اوسي ومن بعد الخطره الجايه ان شاء الله راح نشوفوا في بالك نقسمها على زوج ولا تخوا فيديو راح نشوفوا ليكسيتابيليتي كاردياك و تيوري ايونيك تاع لو كور ليكسيتابيليتي كاردياك معناتها كيفاش تصرا ديبولاريزاسيون ريبولاريزاسيون اكسيتيرا ونشوفو من بعد تيوري ايونيك دو كور معناتها كيفاش يصرا هذوك لي زيشانج تاع لي زيون باش يصرا وكيفاش يصرا بوتونسييل داكسيون كاردياك هذوك راح نشوفهم الخطره الجايه ان شاء الله اليوم راح نديرو لي باز اللي نسحقوهم باسكو انايا في الدوزيام اني حصلت شويه سيرتو فيزيولوجي باسكو ما كانش عندي لي باز وعلى بيها جاتني شوي صعبة دونك اجوردي راح نشوفو لي باس تاع الإلكتروفيزيولوجي كاردياك ولا كاع الفيزيولوجي كاردياك ومن بعد نبداو في الكور تاعنا داكور صح نبداو بسم الله انتروداكسيون نهضرو شوية على الكور سي كوا لو كور لو كور هذا سي ان موسكل استريي يعني ماهوش ليس سي ان موسكل استريي voilà un goulot strié parce que fait les sarcomes alors on a vu le rôle de la différence bien ou bien lisse mais ça le muscle un goulot le muscle strié parce que fait les sarcomes c'est l'unité de le muscle strié le cœur est un grand muscle creux strié c'est ça il le cœur ou la force motrice c'est égal le corps bleu le cœur بلا الكور الكور تاعنا ما يخدمش دونك هو لا فورس موتريس نقولها درايفين فورس اوف اور بودي اوكي دونك لو كور اي تان غران موسكل كرو استريي يل فونكسيون كوم اون بومب معناتها على نقولها كوم اون بومب توجور تسمو اون بومب كاردياك باسكو هو لي بومبي سون يل في بومبي لو سون فيغ لي بومون و اوسي فيغ تو لو كور اوكي راح نشوفو السيركولاسيون كي هو على نقولها بومب باسكو يقعد كي يدير هذوك لي باسمون تاعه il fait pomper le sang vers les poumons vers tout le corps c'est un organe vital composé de 4 chambres ou 4 valves شنو هما هاد لي شامبر ولي فالف نشوفهم في ليماج هذا هو لو كور une vue extérieure وهنايا الداخل une vue interne تاع لو كور عندنا 4 شامبر اللي هما لوريت دروات نقول اوريت كيما راكم تشوفوها هي من لوريت دروات باسكو جايه كيما الوذنين اوريت اوري دونك عندنا اوريت دروات نقولها اتريوم دروا وعندنا لوريت غوش ولا لاتريوم غوش عندنا لو فونتريكول دروا والفونتريكول غوش هذو هما لي 4 شومبر تاع لو كور وعندنا 4 فالف عندنا 4 شومبر هذو هما اتريوم دروا اتريوم غوش فونتريكول دروا وفونتريكول غوش و 4 فالف اللي هما تريكوس بيت ميترال اورتيك اي بولمونير راح نشوف الفالف بزاف من بعد بصح لي سونسيال ها مينا هذو هما لي فالف نبدل كولور هذو عندنا لا فالف تريكوس بيت معناتها فيها ثلاثه تاع غلط تريكوس بيت معناتها فيها ثلاثه تاع نقولهم كاسبس اوكي راح نشوفوها في ليماج المهم هنايا بين لوريي دروات و فونتريكول دروا نقولها لا فالف تريكوسبيد فالف هي جاي كيما لا بورت كيما الباب اللي توصل الصون من بلاصه من شومبر لشومبر اوكي دونك عندنا لوريي دروات ما بين لوريي دروات و فونتريكول دروا هذه لا فالف نقولها تريكوسبيد ما بين لوريي غوش و فونتريكول غوش عندنا لا فالف ميترال ومن بعد عندنا ما بين هذا الفونتريكول دووا وهذا لو ترومبيلمونير عندنا لا فالف نقولها بيلمونير وما بين الفونتريكول غوش هذا ولا وقت نقولها راهي مش باينه لا فالف بصح راهي جايه غير منا لا فالف اورتيك صح هذو هما دي 4 فالف ومن بعد عندنا قال لك الكور اي كومبوزي دو 3 كوش ولا نقولهم تينيك لي تينيك دو كور شوفوا المهم في الاستولوجي لي هما عندنا ليكستيرن نقولها بيريكات ليكستيرن البيريكات تكون بروتيكتريس
تكون ستاتيسي كونجكتيف بروتيكتور. ومن بعد عندنا لا كوش مايان. لا كوش مايان هي لا ميوكارد, هي لا ماجور بارتي تاع الكور. راح نشوف في الفوتو فيها هذا الميوكارد, فيها دي ميسكل هنايا, دي فيها دي فيبر ميسكولار, وهي كاع لا ماجور بارتي تاع الكور تاعنا. ومن بعد عندنا الانترن, هي لا كوش اندوثيليال. كوش اندوثيليال معناتها فيها دي سيلول اندوثيليه كيما لي سيلول في لي فيسو سانغا كي تابيس لي فالف ولا سيرفاس انترن تاع لي 4 شامبر كاردياك. هنا راح نشوفوهم في ليماج, هذو هما لي 3 تيونيك تاع الكور. عندنا التيسيو اللي يكون كاع جاي من برا, هذا يكون بروتيكتور. عشان نهضروا بزاف البيريكارد بلا في كاش فيديو من الفيديو الجاي ان شاء الله. بصح البيريكارد هذا يكون, هي يكون هو كاع الاكسترن ويكون بروتيكتور. ثاني بيريكارد فيه زوج, فيه دو كوش. عندنا الكوش اللي تكون فيبروز وعندنا تكون فيسيرا, بصح حنا ما راحش نشوفوهم صحة. ومن بعد عندنا عندنا تكون فيبروز وعندنا بايتال. ومن بعد عندنا الميوكارد, هذا هو الميوكارد, هذا يكون يكون ايبس, يعني يكون بارتي فيها بزاف الميوكارد, فيه بزاف باسكو فيه هو اللي فيه كاع لي سيلول مسكولار تاع الكور. والكور كاع لا ماجور بارتي تاعها هي هي لي سيلول مسكولار, هما لي فيبر مسكولار. دونك الميوكارد كومبوزي دو فيبر مسكولار يكونوا ستريي. ومن بعد عندنا لا ديرنيير كوش اللي هي لوندوكارد. لوندوكارد هذه فيها دي سيلول اندوثيليه كيما تاع كيما تاع لي فيسو سونغ. اوكي, ولوندوتي هذا الكوش اندوثيليه تابيسينا لي فالف وتابيسينا ثاني لي شومبر, كاع لي شومبر كاردياك صح. هذه كونسيرنون لانترودكسيون. او اوسي ثاني الكور عنده التيسيو نيرف, عنده سون بروبر تيسيو نيرف, يعني احنا هضروا عليه اون فاباري تو دو سويت. بصح يعني باش تدو ايدي من دوكا بلي الكور راه يكون انديبوندون, يعني ما يعتمدش على السيرفو. الكور عنده تيسيو نيرف تاعه وحده. اوكي, هذا هو التيسيو نيرف, هذا هو كاع اللي خاصكم تعقلوا عليه في الكو في لي كور تاع الفيزيولوجيكال. وعدنا هذه اوتر ايماج تاع تاع لي شومبر و لي فالف كاردياك. هذا لاتريوم دغوا فونتريكول دغوا, اتريوم غوش فونتريكول غوش. وعندنا هذو لي فالف راهم هنا راهم اوفر وهنا راهم فيرمي. اوكي صح. ومن بعد ما كملنا من الانترودكسيون شي هي احنا هضروا على شنو هما لي تيب تاع سيركولاسيون سانغين. سيركولاسيون سانغين فيها دو بارتي, se divise en deux parties. On a la petite circulation, la circulation pulmonaire. La circulation pulmonaire, ce qu'on met bien le cœur ou les poumons. Ce qu'on met bien le cœur, ou le poumon. C'est la petite circulation. On a la grande circulation, ce qu'on met bien le cœur, pardon, ce qu'on met bien le cœur ou gère l'organisme. صح. في لا هنايا لا غروند سيركولاسيون تكون ما بين الكور هنايا وكاع لوغانيزم تاعنا. اوكي صح, نبداو بلا بتيت سيركولاسيون. لا بتيت سيركولاسيون هي لا بروميير بارتي سابيل لا سيركولاسيون بولمونير. لو سون روتورن ا بارتير دو لا فين كاف سوبيريور اي انفيريور فير لاتريوم دغوا. راح نبداو بالوحده هنا نشرحوها هنا في تكون خاويه صح. هنايا نحوس على فوطو هنايا. دونك عندنا لا بتيت سيركولاسيون قلنا تكون ما بين الكور ولي بومو. عندنا هنايا في لاتريوم دغوا, لاتريوم دغوا هذا هو شيكون يكون معمر بالصون, يكون بوفر اون اكسجين. باسكو علاه الصون راح نشوفو من بعد بلي الصون لي يكون غيش اون اكسجين راح يروح فيغ لي زوغان, تما راح كاع يعمر لي زوغان بالاكسجين ولي نيتريمون. ثاني ماشي غير الاكسجين, راح يعمر لي زوغان بلي نيتريمون الاكسجين. من بعد يرجع, كيفاش يرجع؟ يرجع باغ لي فان, هادو هما نبداو بلي كابيلا. من بعد يبدا يرجع بلي فان, ومن بعد يروح هذه يروح حتى لا فين كاف انفيريور وثاني من لا فين كاف سوبيريور. هادو هما لي دو فين كاف. دونك هادو لي دو فين كاف راح يرجعوا لنا الصوم من كاع الكور تاعنا, يرجعوه يدوه هنايا لاتريوم دغوا. لاتريوم دغوا, ومن بعد هذا الصوم من لاتريوم دغوا راح يروح ويني؟ راح يروح للفونتريكول دغوا.
راح كيفاش يروح، راح يروح بلا فالف تريكوسبيد، راح تتحل لا فالف. كي تشوف بلي كاينه بريسيون بزاف في لاتريوم دو راح تتحل. كي تتحل راه يدخل الدم، يدخل في هذا الصون، يدخل في الفونتريكول دو، من الفونتريكول دو راح يروح وين؟ راح يروح فيغ لو ترون بيلمونير. ومن بعد لي زارتير، هنا نقول لهم هذو، نقول لهم لي زارتير بيلمونير، يروح فيغ لي زارتير بيلمونير ا بارتير دو كوا، ا بارتير دو لا فالف. وين ها لا فالف لي تحل؟ لا فالف بيلمونير. دونك عندنا هذا غادي يروح الصون منا، راح نعاودو نمحو باش ما تخلطوش. راح الصون قلنا راح يجي كاع من الكور تاعنا، ويروح من يروح ما يروح من لافين كاف انفيريور او سوبيريور، يروح فيغ لاتريوم دغوا. ومن بعد غادي يدخل من لاتريوم دغوا، يروح للفونتريكول دغوا، من الفونتريكول دغوا راح يروح فيغ لو ترون بيلمونير، ومن بعد لي زارتير بيلمونير، يروح فيغ لي بومو. في لي بومو شنو يصراله؟ كي رانا نتنفسو شنو يصراله؟ راح يتعمر بالاكسجين. اوكي، هذه لا بتيت سيركولاسيون. دونك عندنا كيفاش كتبناها هنا، لو سون يروح قلنا من لافين كاف سوبيريور انفيريور فيغ لاتريوم دو روا. في لاتريوم دو روا السون يكون بوفر اون اكسجين و نوتريمون، يكون ريش اون سي او دو. لو سون باسكو علاه ريش اون سي او دو؟ باسكو كي راح الدم راح كاع فيغ لي زوغان، هذوك لي زوغان راح ديرو دي زيشونج، راح مدلهم هذاك السون، راح مدلهم الاو دو و نوتريمون، ودا عليهم السي او دو و لي ديشي لخرين. دونك عندنا يكون غيش اون سي او دو. لو سون فا فيغ لو فونتريكول دو روا، بوي فيغ لو ترون بيلمونير لي زارتير بيلمونير، كي لو ترونسبورت هذا السون راح يدوه فيغ هذا لي زارتير بيلمونير، راح يدوه فيغ لي بومو بور اتر اوكسيجيني. هذه هي لا بتيت سيركيلاسيون، يعني غير بين الكور هنايا، ما بين الكور و لي بومو. يعني هنايا راه عندنا لي دو فان كاف، راح يجي كاع من الكور، يروح فيغ لي دو فان كاف، من بعد لي لاتريوم دغوا فونتريكول دغوا، من بعد غادي يروح لل لترون بيلمونير لي زارتير بيلمونير، يروح فيغ لي بومو. هنا باش تصرى له اوكسيجيناسيون. داكوغ، هذه كونسيرون لا بتيت سيركيلاسيون. لا ميم شوز هنايا، هنايا برك راهي اون ديتاي كاع لي زوغان، راح نشوف من بعد نرجعو لها. هذه تاع كاع لي زوغان صح. ومن بعد عندنا لا غون سيركولاسيون. لا غون سيركولاسيون نقولها سيركولاسيون سيستيميك، علاه؟ باسكو راهي ال انكلو لي كاع لي سيستيم تاع لو كور. شنو هما لي سيستيم؟ قعدنا باغ اكزومبل تاع الديجستيف، كاع لي سيستيم. اوكي، ثاني الغينال، الاورينير باردون، ليسونسييل كاع لي زورغان تاع لو كور. وعلاه نقولها سيستيميك؟ باسكو ايل انكلو كاع لي سيستيم تاع لو كور تاعنا. لا دوزيام بارتي ابلي لا سيركولاسيون سيستيميك، لا كومون سيركولاسيون، لو سون اي ديباراسي دو سي او دو. يعني صاي في لو بومون شنو غادي يصرى له؟ غادي يولي يتخوم السي او دو ويتعمر بالاو دو، يرجع فيغ لو كور. كيفاش يرجع؟ يرجع بلاتريوم غوش. راح نشوفوها هنايا، نرجعو هنا ليماج هنايا، نعاودو من جديد، نبدلو ثاني كولور. عندنا الصورة راح هنايا صح، في البومو شنو صراله؟ راح تعمر بالاو دو وتخوم السي او دو صح. ومن بعد شنو غادي يدير؟ غادي يرجع هذو نقول لهم لي فان بيلمونير. هنا غادي تقلب لي نون تاعهم، يتقلبوا باسكو علاه هنايا راه لي فان راهم معمرين بالاو دو، على بها جايين حمرين. اوكي، هاد لي فان بيلمونير اللي يعني الصون اللي راه فيهم راه جاي معمر بالاو دو. الصون كي يكون معمر بالاو دو غادي يعطي له هذيك الكولوراسيون روج صح. ليسونسيال غادي يرجع بلي فان بيلمونير، غادي يروح فيغ لاتريوم غوش. اوكي، غادي يروح فيغ لاتريوم غوش، هذا لاتريوم غوش. كي يروح فيغ لاتريوم غوش غادي ثاني يتعمر، تزيد لا بريسيون، تتحل لافاف. وين ها لافاف؟ هذه هذه لافاف ميتخال، راح تتحل ويدخل الاو دو هنايا، يدخل الاكسجين هذا اللي يكون غيش اون يدخل الصون هنايا اللي يكون غيش اون اكسجين، يدخل فيغ لو فونتريكول غوش. كي يدخل فيغ لو فونتريكول غوش شي غادي يصرى له؟ غادي تتحل، كي تزيد لا بريسيون غادي تتحل لافاف اورتيك. لافاف اورتيك هي اللي غادي تتحل، غادي يروح هذا الصون غادي يروح فيغ لاورت، من لاورت غادي يروح كاع للكور تاعنا. يعني هنا راه مثلينا كاع لو كور تاعنا، راح يعني كاع لي زوغان. هنا راح نشوفو كاع لي زوغان هنايا، هذو هما. يعني هو كي غادي يروح، يعني يروح من لاورت ويروح كاع فيغ كاع لي زوغان، فيغ تو لي زوغان.
كيما هنايا راه لي ستوما لي زانتيستان لي غان وعندنا بزاف في امام لو فوا داكو. هذه لا غون سيركولاسيون تسمى كيفاش كتبناها هنا فيغ لو كور غادي يروح فيغ لاتريوم غوش par les veines pulmonaires يعني vers l'atrium gauche par les veines pulmonaires qui m'adonna puis va vers le ventricule gauche puis vers l'aorte qui va les distribuer vers tous les organes. هذه هي la grande circulation. J'espère que nous فهمتوها. قلنا نروح لهذا الرمارك. عندي رمارك اخرى اللي هي الكور تاعنا مادام الفونتريكول. دونك حنا عندنا ديفيرونس بين هذا الفونتريكول دغوا والفونتريكول غوش. هذا الفونتريكول دغوا وهذا الفونتريكول غوش. الفونتريكول غوش توجور تسمعوا بلي يكون بلوز ايباس يعني يكون كبير باغابوغ الفونتريكول دغوا. علاه؟ باسكو هو راه غادي بومبي الصون فيغ كاع فيغ لاورت اللي تديه لكاع لي زورغان كاع لو كور تاعنا. مش كيما الفونتريكول دغوا اللي يديه غير للبومون. الفونتريكول دغوا راه يديه غير للبومون ما يسحقش فورس كبيره ما يسحقش قوه باش يديه. بصح الفونتريكول كوش راه يسحق يعني راه عليه لا بريسيون راه الاولى يتعمر بزاف ومن بعد غادي هو يبومبي الصون فيغ كاع لي زورغان تسمع على بيه يكون بلوز ايباس. هذه اللي تفهموها من لا سيركولا من لا سيركولاسيون سونغي صح. جيسبر تكونوا فهمتوا. بعد نروحوا للغومارك. شنو لا غومارك اللي بغيت نقولها لكم اللي هي كتولي عندنا اون غروند بريسيون اون امون دي فالف يعني قبل لي فالف. يعني كيما هضرنا مثلا هنا عندنا لاتريوم دغوا صح. هنا عندنا باغ اكزومبل عندنا هنايا هذا لاتريوم دغوا صح. وهنا عندنا الفونتريكول دغوا. كتولي هنايا تطلع لا بريسيون يعني يجينا الصون لهنايا تطلع لا بريسيون. لا بريسيون تكون طالعه بزاف راهي لا بريسيون وين تكون طالعه تكون قبل طالعه اوغمونتي اون امون دي فالف يعني هنا قدام هذا فالف تريكوسبيد. سيت بريسيون شنو راح دير؟ فا بوسي لي فالف بو سوفغير. دونك هذا لا غوند بريسيون في لاتريوم في كاع لي زاتريوم شنو راح دير؟ هي اللي راح تبوسي لنا الفالف باش تتحل والصون هذاك غادي يروح فيغ لي فونتريك. داكور. هذه لا بروميير رمارك. دوزيام رمارك اذا كانت لا بريسيون طالعه وين في لي فونتريكول. نرجعوا هنايا باش تفهموها في كاش ايماج. اذا كانت باغ اكزومبل لا بريسيون هنا نشوف اذا كانت لا بريسيون هنا طالعه في لي فونتريك صاي نبدلوا هنا. اذا كانت مثلا لا بريسيون طالعه هنا اش راح يصرى؟ راح هل لا فالف هذه لا فالف اورتيك اللي تكون عند الفونتريكول غوش اش راح دير؟ راح تكون راح تتبلع. علاه؟ باش ما تخليش الصون يرجع باش ما تخليش الصون يروح. اوكي دونك هنايا سي لا بريسيون تكون اوغمونتي في لي فونتريكول اون افال تاع لي فالف يعني مورا لي فالف هاد لي ديرنيير يكونوا راح شرح راح يصالهم راح يتبلعوا باش الصون ما يرجعش فيغ لي زاتريوم. اوكي هنا غلطت ماشي في لي زاوغت هنايا يعني باغ اكزومبل في الميم اكزومبل تاعنا اذا كانت لا بريسيون طلعت هنايا بارابور لهذه لا بريسيون طلعت هنايا اذا لا بريسيون هنا اللي طلعت ماشي في لي زاتريوم يعني طلعت في لي فونتريكول. هنا راح لا فالف راهي بعد لا فالف هنا راه مورا لا فالف راح تتبلع باش الصون ما يرجعش لي زاتريوم. داكور هذه هي الغومارك اللي بغيت نوصلها لكم. دونك عندنا هذه ليماج تاع لي فالف اللي قلت لكم عليها. هنا عندنا لا فالف ميتخال فيها قول لها تو كاسبس يعني مش عارف كيفاش يقول لها ايسونسيال عندها دو بارتي والتريكوسبيد فيها 3 هذه لافالف ميترال وهذه لافالف تريكوسبيد وعندنا لافالف هذه بيلمونير وهذه لاورتيك. هذه تريكوسبيد ميترال هذه بيلمونير وهذه لاورتيك. اوكي صح. هنا هذيك الغومارك اللي كنت نقول لكم عليها اللي هي كتكون لا بريسيون تكون طالعه بيهايند معناتها اون امون دي فالف راح تتحل. اذا كانت لا بريسيون مثلا هنا هذا لا تريوم دغوا اللي هضرنا عليه وهذا الفونتريكول دغوا هنا لا بريسيون اش راح دير؟ يعني اذا كان لا بريسيون طلعت هنا بزاف يعني هذاك الصون راح كاع الفونتريكول دغوا هذيك لا بريسيون راح تبلع لنا لي فالف باش ما يرجعش لا تريوم دغوا.
ولا كاع لي زاتريوم. اوكي ان شاء الله تكونوا فهمتوها صح. بعد ما كملنا السيركيلاسيون سونغي ان شاء الله تكونوا فهمتوها. كاش دي كيسيون ولا كتبوهم لي عندي في راح نحط لكم في الديسكريبسيون لي ليان تاع الاخرى الكونت انستغرام وكونت فيسبوك تاع هاد لاشين يوتيوب. ايسيو كاش حاجه ولا تسقسوني ثم. اوكي صح. نبداو بلينوفاسيون تاع تاع لوكو. لينوفاسيون اي اسونسييل لازم تفهمو. يعني انا كي طلعت دوزيام اني ما كنتش فاهمها بزاف, جاتني صعبه باش نفهم كاع هذيك اللي هذوك لي نو سينو 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 اتريال و اتريو فونتريكولا كيفاش تصرا هذيك لا كونديكسيون هذيك ما فهمتهاش باسكو ما كنتش عارفه كيفاش هيصاري الانوفاسيون. بعد كي فهمتها عاد باش فهمت هذيك هذيك الالكتروفيزيولوجي يعني كيفاش تصرا كونديكسيون تاع البوتونسييل داكسيون كارديا كيفاش تصرا كونتراكتيليتي. لازم تفهموا كيفاش قبل كيفاش هيصاري الانوفاسيون تاع لوكو صح. نبداو بسم الله. عندنا الانوفاسيون تاع لوكو. الكور اي فونكسيون انديبوندامون دو نوتر سيستيم نيرفو سنترال. يعني كيما كاع لي فيسير كيما كاع لي زوغان انترن تاعنا ما نحسوش بيهم. راح نهضروا على السيستيم نيرفو من بعد. مهم هو ما غاديش حنا ما نكونوش واعيين كيفاش راه يخدم ما نتحكموش فيه صح. سيتادير دو نوتر كون انديبوندامون دو نوتر كونسيونس لو بوتونسييل داكسيون كاردياك اي جينيري بار ان سيستيم ابلي le système de conduction intrinsèque. On va parler de bien بعد. هذا نقوله intrinsic conduction system. هذا هو اللي شفناه في الايماج هذيك هذه الايماج. هذا هو le système de conduction intrinsèque. يعني خاص غير بالكور. داكور ويكون غي يعني يكون غير وحده هو الكور وغير وحده يدير هاد ستيميلاسيون كاش حاجه اخرى اللي تستيميليه. داكور راح نشوفو ثاني هذه ليسونسييل هذه انتروداكسيون على لينوفاسيون تاع الكور. هذا السيستم دو كونديكسيون انترنسيك شاهو الكومبوزيسيون انيسيال تاعه هما لي سيلول ابلي بيس ميكر سيلز راح نشوفهم ثاني من بعد. ليسونسييل اللي تعقلوا عليها دوكا باللي الكور تاعنا يخدم انديبوندامون دو نوتر كونسيونس. يعني لدرجه باللي واحد كاع يكون في الكوما ولا يكون كاع المخ تاعه ميت بصح قلبه يقعد يخدم. على بالي تشوفوا واحدين اللي في الكوما ولا اللي كاع ميتين يعني مخهم صاي ميت يكونوا نورمال حيين يكون يعني القلب تاعهم يخبط باسكو راه ما يعتمدش على المخ تاعنا ما يعتمدش على الكونسيونس تاعنا. وثاني كي مثلا تقلعوا كاش قلب يعني كي تشوفوا كاش قلب يكون قاعد برا يعني وحده قاعد برا الكور تاعنا وتشوفوه قاعد يخبط نورمال. شفتوها ان شاء الله تكونوا شفتوها في كاش فيديو ولا روحوا شوفوها. ليسونسييل يقعد يخبط نورمال يعني خاطيه ما يخدمش بالمخ تاعنا يخدم غير وحده على بها والسيستم اللي يخدم به نقوله سيستم دو كونديكسيون انترنسيك. داكور صح. هذا هو السيستم دو كونديكسيون انترنسيك. انا عاود جبت ليماج هنايا. هذا هو عندنا فيه لي بيس ميكر سيلز يكونوا هنايا هنا يكونوا لي بيس ميكر. عندنا هذو راح نهضروا عليهم بالواحد. ليسونسييل هذا النو سينو اتريال يعني درتهم بلونغري مي نفس الشيء. وعندنا لا تريو فونتريكولا يعني هذا البوتونسييل داكسيون راه يبدا يروح منا لهنا ومن بعد يروح فيغ هنا نقولوا له لي برونش دو اي دو ايس و لي فيبر دو بوركينجي. هذو لي برونش دو ايس وهنايا لي فيبر دو بوركينجي راح يدونا بوتونسييل داكسيون هنايا في كاع لي فونتريكول. هنا ثاني راه تبان مليح عندنا هذا النو سينو اتريال وهنا راح يدينا كاع البوتونسييل داكسيون كاع لي فونت لي زاتريوم يعني يبداو هما الاولى يديروا كونتراكسيون من بعد غادي يروح للنو اتريو فونتريكولير. من نو اتريو فونتريكولير راح يروح فيغ هاد لي برونش تاع ايس يعني هنا عندنا فيها زوج عندنا كوش و دغوات ومن بعد لي فيبر دو بوركينجي هنا غادي يبدا ينتشر هذا البوتونسييل داكسيون ينتشر لكاع لي فونتريكول. داكور هنا راهم قايلين كتبه باللي الالكتريكال امبولس سبريدز فروم هذا السينو اتريال نود ثروات ليفت اند رايت اتريال. يعني هو يبدا من السينو اتريال يروح من يروح لاتريوم دغوا ولا تريوم غوش ومن بعد كي يروح للنوس اوريكولو فونتريكولا
يتمشى شويه هنايا حتى اللي في بو دو بور كينجي، ودرنا هو هذا هو اللي درنا كونتراكسيون في لي فونتريكول. هذا راح من بعد نشوفوه مليح في الفيديو الجاي ان شاء الله. ليسونسييل هذا هو سيستيم دو كوندكسيون انترانسيك تاع الكور. باش نفهموه راح نبداو كاع من الاول، يعني كاع من الكومبوزيسيون تاع السيستيم نيرفو، كاع السيستيم نيرفو تاعنا. صح، كي نفهموا هذا الكومبوزيسيون تاع السيستيم نيرفو تاعنا راح نعرفوا شاهو السيستيم اللي يتحكم في الكور تاعنا وكيفاش حتى يكون لنا هذا السيستيم دو كوندكسيون انترانسيك. صح، نبداو بال سيستيم نيرفو اي ديفيزي اون دو بارتي. عندنا لو سيستيم نيرفو سنترال. السيستيم نيرفو سنترال متكون من لو سيرفو، لا لونسيفال و لا موال ايبينيا. والسيستم نيرفو بيريفيك فيه لي غونغليون لينير. هذا ان شاء الله تكونوا شفتوه من قبل، يعني انا راح نديكم غير هكا ايدي خفيفه باش تكونوا قابضين. بصح ولا شي ثاني تشوفوه في الفيديو تاع بلكسيس باراكيال شرحت مليح هذا السيستم نيرفو. ليسونسييل راكم عارفين بلي عندنا دو بارتي تاع السيستم نيرفو تاعنا. عندنا السونترال، هذا السيستم نيرفو اس ان، فيه السونترال سيستم نيرفو سونترال و سيستم نيرفو بيريفيريك. سيستم نيرفو سنترال صاي قلنا فيه لونسيفال وفيه لا موال ايبينيير. نقولو لونسيفال، نقول فيه لونسيفال يعني لونسيفال فيه السيرفو، فيه هذا كيسمو ترون سيريبرال، وفيه السيرفولي هذا لونسيفال. وعندنا لا موال ايبينيير هذا سيستم نيرفو سنترال. سيستم نيرفو بيريفيريك فيه لي غونغليون لينير. لي غونغليون يكونوا مكونين من السيل بوديز، يعني لي كور سيلولير تاع لي نورون. هاد الكور سيلولير تاع لي نورون هما لي مدولهم كولوراسيون غريز. وفيه ثاني لينير، لينير يكونوا كاين لي بزاف لي يكونوا فيهم هذيك لا غان دو ميلين. لا غان دو ميلين ان شاء الله تكونوكم عاقلينها. لا غان دو ميلين هذه اللي تكون تعطيهم لا كولوراسيون بلانش. داكو سيستم نيرفو بيريفيريك ثاني فيه دو بارتي. صاي ان شاء الله تكونوا فهمتوا شاه الديفيزيون تاع السيستم نيرفو تاعنا. عندنا سونترال بيريفيريك، في البيريفيريك راه فيه دو بارتي. نبداو من جديد. سيستم نيرفو بيريفيريك فيه دو بارتي. عندنا اللي يكون سوماتيك. سوماتيك معناتها موتور، حاجه سوماتيك معناتها موتور. وكاين الاوتونوم. سيستم نيرفو سوماتيك معناتها كيفاه، معناتها هذاك لانفلو نيرفو يروح وين؟ يروح للميسكل سكوليتيك. الميسكل سكوليتيك هما لي ميسكل اللي نتحركو بيهم، يعني نخدمو بيهم فولونتيغمون. مثلا كي نتوما ضربتو في هاد لا فيديو، ولا كي اذا تنوضو ولا تقعدو، ولا هذه اكسيون فولونتيغ. هاد الاكسيون فولونتيغ يديروها لي ميسكل سكوليتيك. كيفاش يديروها؟ يديرو شي حاجه اللي توصلها هذا لانفلو نيرفو، يوصله للسيستم نيرفو بيريفيريك سوماتيك يعني الحركي. داكو نجو هنا في واحد ليماج، مش عارفه راني ندير واحد ليماج هنا، يعني تاع السيستم نيرفو سوماتيك. يعني باغ اكزومبل هو يروح من هذه لا مال ايبينير. راح نهضروا على لا مال ايبينير من بعد. بصح هذه لا برونش اونتيريور تاع لا مال ايبينير. هذا برونش اونتيريور تاع لا مال ايبينير راح تدينا دير لنا تمد لنا واحد النير. هذا النير نقولوا له ولا نورون نقول له موتور. هذا الموتور اش راح يدير؟ راح يروح للميسكو سكوليتيك. كي يروح بصح هذا يكون فولونتيغمون، يعني حنا نكونوا واعيين به. لوغد تاع هذا لانفلو نيرفو راه يجي تاع هذا الحركه، راه يجي كاع من السيرفو تاعنا. نكونوا كونسيون به، راه يروح للميسكل استخيي. كي انيرفيه راه يدير لنا الحركه، يدير لنا الموفمون. هذا السوماتيك. وعندنا السيستم نيرفو اوتونوم. الاوتونوم يعني ما نكونوش واعيين به. اوتونوم كي تسمع اوتونوم معناتها حاجه تاع لي فيسر. لي فيسر تاعنا لو كور، الريسبيراسيون، لي بومون، لي ستوما و لي ران، لو فوا، هادو كاع هما يخدمو بصح حنا ماناش واعيين كيفاش راهم يخدمو. دونك لي نير، لي نيرون، لي نيرون لي وصلو هاد لانفورماسيون سون دي نيرون اوتونوم، يعني داخلين في السيستم نيرفو بيريفيك اوتونوم. داكور ان شاء الله تكونو فهمتو هادو لي بارتي تاع السيستم نيرفو. صح، في السيستم حنا في الكور دوك نورمالمون تكونو استنتجتو بلي الكور وين راه جاي، يعني شاو السيستم لي انيرفي الكور، راه انيرفي اوتونوم. داكور الريتم كاردياك الريغولاسيون تاعها راه يبس سيستم نيرفو اوتونوم. لو كور كوم لي زورغان انترن دو كور، يعني ولي سيستم لي فونكسيون انترن دو كور اللي هما ريسبيراسيون، ديجيستيون،
contraction تاع لي مسكل ليس اكسيتيرا فونكسيون مسكل كونتراكسيون تاع مسكل ليس ليكزامبل تاعها كيما الفازو كونستريكسيون فازو ديلاتاسيون تاع لي فيسو سونغا فونكسيون بار لو سيستيم نيرفو اوتونوم يعني انديبوندامون دو سيرفو ولا دو سيستيم نيرفو سونترال Ce système est composé des nerfs périphériques, يعني وينهم النير كاين الصوماتيك وكاين بيريفيري الاوتونوم هو هذا داخل في النير بيريفيك اوتونوم وهنا سيستيم نيرف سنترال كومبوزي دو لونسيفالومال ايبينير هذه صح هضرنا عليها صح باش نبداو نفهموا سيستيم نيرف اوتونوم خاصنا نعرفوا بلي لامال ايبينير تخرج لنا 3 تيب دو نورون لي هما لي نورون افيرون افيرون لي انترنورون كيفاش نفهموهم هذو ايماجينو تكونوا قاعدين تشوفوا حاجه حاميه نتوما بلا وعي بلا الوعي تاعكم راح تقلعوا يديكم كيفاش تقلعوا يديكم هنا هاي من ليماج نتوما هذه سورس اوف هيت يعني هنا تشيتوا حاجه حاميه بالغلطه اش راح يدير هنا عندنا واحد النيرون اللي هو يكون افيرون هذا النيرون افيرون راح يوصل لنا لهذاك اللي كان واحد الريسبتور راه جاي في يدينا ولا في الصبع اللي تشيتوا به راح يوصلنا هذيك لانفورماسيون باللي راكم تشيتوا حاجه حاميه يوصلها حتى لامون ايبينير يروح حتى كاين راح نشوفوا لي دو راسين تاع لامون ايبينير ليسونسييل هنايا راح يوصل حتى لامون ايبينير دورسال داكو هنا راح يوصل حتى لامون ايبينير دورسال هذا الافيرون كي يوصل لامون ايبينير دورسال زدت نمحي هنايا باش تفهموا عندنا هنا راكم تشوفوا حاجه حاميه راه كان انفورماسيون بلي هذه حاجه حاميه راح يوصلها النير افيرون نقول له افيرون يعني اللي وصل هذيك الانفورماسيون من لورغان يعني كيما مثلا يدينا حتى لامال ايبينير ومن بعد عندنا الانترنورون صح قلنا نهضروا على الانترنورون ومن بعد غادي هذيك الانفورماسيون غادي تروح لاكون اونتايو تاع لامال لكون انت تعلم ما شاف فيها يخرج منها النير افيرون يعني النير افيرون غادي يعاود يرجع للاورغان هذاك للميسكل يروح للميسكل بلا ما نحسو يخليه يدير كونتراكسيون يعني باش يبعد يديه يعني باش هذا الانسان هذا السيد اللي توشى الحاجه الحاميه يبعد يديه تما الاولى غادي هذا اللي الصبع غادي يحس بها غادي يستقبل بلي راهي حاجه حاميه وصلها النيرون افيرون حتى لامال الافيرون حتى لامال ايبينيا ومن بعد هذيك المعلومه غادي تروح حتى النيرون افيرون اللي يروح من لاكون اونتيريو موتريس لاكون اونتيريو تاع لامال تكون هي الحركيه هي اللي تخلينا نتحركوا دونك هي راهي ترسل واحد النورون افيرون تدي حتى للميسكل اللي راه جاي في البلاصه اللي تشينا فيها تشينا بها ديك الحاجه الحاميه باش ندير كونتراكسيون ويوخر يده هادو هما لي دو تيب الاولى تاع لي نورون لانترنورون جاي في الوسط جاي هنايا لانترنورون جاي هنا يعني هو اللي يوصل لافورماسيون بين النورون افيرون افيرون جيسبا تكون فهمتوا لي 3 تيب تاع لي نورون صح عندنا هذا النورون اللي هضرنا عليه الافيرون يعني هو اللي يوصل لافورماسيون يجيبها من لوغان هذاك اللي تشينا به الحاجه الحاميه ويديها حتى لا غاسين لا كون بوستيريور تاع لا موا ومن بعد عندنا الانترنورون اللي جاي في الوسط هذا راه يوصلنا لافورماسيون من نورون افيرون حتى النورون افيرون ومن بعد عندنا الافيرون شي يدير راح يدير هو اللي يوصلنا لافورماسيون باش هذاك الميسكل ولا هذاك لورغان يدير كونتراكسيون يوخر يده هذا اكزامبل تاع لي 3 تيب دو نورون صح بعد ما فهمنا لي 3 تيب عرفنا شنو هما لي ديفيزيون تاع سيستم نيرفو عرفنا بلي الكور راه جاي يعني الانوفاسيون تاع راهي بالسيستم نيرفو اوتونوم يعني هذا الاوتونوم جاي تيب من السيستم نيرفو بيفيك دونك خاصنا نعرفوا وعرفنا لا موال ايبينيير يعني قلنا سيستم نيرفو بيريفيريك يخرج من لا موال ايبينيير يعني هو هما كاع لونسومبل تاع لي نير اللي يخرجوا من لا موال ايبينيير دونك لوريجين تاع لي نورون دي سيستم نيرفو اوتونوم هما لي غاسين دو لا موال ايبينيير دورسال يعني هذه هي لا موال ايبينيير دورسال منا يخرجوا لي نورون تاع سيستم نيرفو اوتونوم منا يخرجوا لي نورون تاع سيستم نيرفو اوتونوم هنايا هذه كيما راكم تشوفوا هذه لا موال هذه كروس سيكشن يعني جابوها هنايا عندنا ثاني خاصكم تعرفوا لي ديفيزيون يعني تاع لا موال كان لا موال سيرفيكال اللي جايه في لا ريجون سيرفيكال من بعد عندنا التوراسيك لومبير والساكرال هذه الساكرال دونك عندنا كل وحده عندها تيب تاعها مش عارف شفتوها
في لي كور ليسونسيال كل وحده عندها الشكل تاعها. هذه لامار عندنا شحال من تيب وكل وحده جايه في ريجيون، كاين السيرفيكال توراسيك لومبير وساكرا داكو، واللي نورون تاع ستانوف اوتونوم يخرجوا منه يعني من غاسين دورسال تاع لامار ايبينيا. صح هذه هي اوتر ايماج. عندنا هذا الكورن اونتيريور وهذه الكورن بوستيريور. اونتيريور تكون موتريس، هي اللي دير لنا لا موتريسيتي، هي تاع السيستم نيرفو سوماتيك. وعندنا الكورن بوستيريور هذه سونزيتيف، هذه الدورسال وين يخرج منها لي نورون تاع السيستم نيرفو اوتونوم داكو. هذه اوتر ايماج. صح عرفنا كيفاش جاي السيستم نيرفو اوتونوم، دوك خصنا نعرفوا بلي ميم سيستم نيرفو اوتونوم ديفيزي، يعني عنده دو ديفيزيون دو تيب، اللي هما سيستم نيرفو سامباتيك و باراسامباتيك. لو سيستم نيرفو سامباتيك صح كاين شحال من ديفيرونس بيناتهم راح نهضروا عليها من بعد. ليسونسييل كيما راكم تشوفوا في هذه ليماج، شوفوها مليح ولا نحطها لكم في كاش ولا نمد لكم هذا الباوربوينت. ليسونسييل شوفوا هذه ليماج مليح، عندنا مالغير هي بلون غريب صح لا ميم شوز تقريبا تسمية راهم لا ميم شوز. عندنا هذا سيستم نيرفو سونترال، هذا السيرفو، هذا ترون سيريبرال وهذا السيرفولي. من بعد عندنا لا مال ايبينيا كيما راكم تشوفوا لي نورون ولا لي نير تاع السيستم نيرفو اوتونوم راهم جايين يخرجوا من لا مال ايبينيا ومام يخرجوا من لا ريجيون سيرفيكال، يعني هنايا هذه نقولوها لا ريجيون سيرفيكال. وعندنا لا ريجيون يعني تبدا من التوراسيك، عندنا لا ريجيون توراسيك وعندنا لا ريجيون لومبير وعندنا لا ريجيون ساكرال. صح السيستم نيرفو سامباتيك راحنا نعرفوا لي ديفيزيون لي ديفيرونس بين بيناتهم. نبداو بالوحده، عندنا السيمباتيك لوريجين تاعه كيما الباراسيمباتيك، يعني لا راسين دورسال تاع لاموال، بصح السيمباتيك يخرج من لا راسين دورسال تاع لاموال وينها التوراسيك واللومبير. هنايا السيمباتيك راه يخرج منا، نرجعو ثاني هنايا، هنايا واش تمحى معليش. صح السيستم نيرفو سامباتيك راح يخرج من لا راسين دورسال، قلنا بلي قال لي سيستم نيرفو اوتونوم لي نير تاعهم يخرجوا من لا راسين دورسال. وينها لا راسين دورسال؟ وينها لا موال توراسيك واللومبير؟ منا يجينا السيستم نيرفو سامباتيك داكو. هذا هو البروميير ديفيرونس مع الباراسيمباتيك، راح نعرفهم من بعد مين يخرج. ليسونسييل هاوينه هنايا، هادو هما لي نورون اللي راهم يخرجوا من لاموال توراسيك ولومبير، هادو تاع السيمباتيك، هادو تاع السيمباتيك. راكم تشوفوا بلي من بعد راه يروحوا وين؟ راح يروحوا قبل هاد لا ريجيون راح نهضروا عليها من بعد، ومن بعد يروحوا فيغ لي زوغان، يعني هما يروحوا كاع لي زوغان انترن تاعنا. قلنا بلي السيمباتيك والباراسيمباتيك كاع كيما راهم يروحوا لي زوغان انترن تاعنا داكو. هذه الحاجه الاولى، يعني قلنا لوريجين تاعه لا راسين دورسال تاع لا مال توراسيك ولومبير. Induit la réponse de se battre ou s'enfuir. On a appris en anglais qu'il y a fight or flight response. Sympathique هو تاع الخلعه، يعني هو الاولى غادي نشوفوا كيفاش تصرا لا ستيمولاسيون. ستيمولاسيون تصرا بالادرينالين نور ادرينالين ايبينيفرين ونور ايبينيفرين، يعني كي مثلا يعني افضل تشبيه ليه مثلا كي واحد يشوف كاش حاجه تخوف يجي هارب، هو اللي مد يعني السيمباتيك غادي يحفز الكور تاعنا باش يتحرك باش يستعمل كاع الانرجي تاعه ويهرب ولا المهم التمثيل تاعه هو فايت اور فلايت ريسبونس. كيفاش يتحفز؟ يتحفز بالستريس ولا لابور، يعني كي يكون واحد مستريسي تشوفوا قلبه يخبط بزاف، هو غادي نشوفوا كيفاش غادي يطلع لنا الريتم كاردياك، يعني وتشوفوه يتنفس بزاف وكاع يعني ولا ثاني كي يكون خايف ولا لابور سما هو يطلع لنا استعمال تاع الانرجي ويخلي ويطلع لنا الريتم كاردياك. المهم يحاول السيستم سيمباتيك يستعمل كاع الانرجي اللي كاينه باش يدير فايت اور فلايت ريسبونس داكو. وكيفاش يتحفز؟ يتحفز بلادرينالين. راح نشوفوا بلي هذا السيستم علاه يدير لنا هذا الريبونس، باسكو هو اصلا الهرمون اللي يحفزه هو لادرينالين، ولادرينالين هو ثاني تاع الفلايت اور فلايت ريسبونس، معروف عليه لادرينالين. صح والاوغمونطاسيون هو يدير لنا لوغمونطاسيون تاع الريتم كاردياك والكونتراكتيليتي ميسكولار. راح نشوفو كيفاش حتى يوصل ويطلع لنا الاوغمونطاسيون تاع الريتم كاردياك. هذه لا بروميير دي شوز، يعني سيستم سيمباتيك.
سي سي باراسيمباتيك هو ثاني لوريجين تاعه لا راسين دورسال تاع لا موال بصح وينها موال لا موال سيرفيكال في لا موال سيرفيكال وال ترون سيريبرال في ترون سيريبرال راه كاين دي نيرف كرانيا يعني خاصكم تكونوا عارفينهم شويه ليسونسييل كاين دي نيرف كرانيا في لا موال سيرفيكال من لي نيرف كرانيا لو نيرف كرانيا لو ديزيام نيرف كرانيا نقولوا له لو نيرف فاغ Le nerf vague ou le majeur nerf parasympathique. Il y a un parasympathique comme le nerf vague. Le nerf vague origine de la région cervicale ou aussi la région sacrale. Il y a un autre chose qui est l'image. Je mets le couleur. Il y a le système parasympathique origine de la nerf. Il y a un tronc cérébral. Il y a la moelle cervicale. يعني من القدام كاع منا ويجينا اوسي من لا موال ساكرال لا ريجيون ساكرال تاع لا موال ليسونسييل منا راه يخرج لو نيرف فاك لو ديزيام نيرف كرانيا ويوصل ويروح ميم هو يروح فيغ كاع لي زورغان انترن هذا لو نيرف فاك يروح فيغ لي زورغان انترن يعني كي سيمباتيك كي باراسيمباتيك كاع يروحوا لي زورغان انترن وك على حسب السيتياسيون راح نشوفوا شي يدير باراسيمباتيك على حسب السيتياسيون السيتياسيون اللي تخبرنا وين السيستم اللي راح يخدم دوك وثاني ريجيم من لا ريجيون ساكرال يعني هذو ما لي دو سيتياسيون تاع الباراسيمباتيك الى لاكسيون دو سو روبوزي اي سو ديجيري ريست ان دايجست بلونغلي كول ريست ان دايجست سيتادير لو كونترير تاع السيمباتيك يعني كي يكون واحد مثلا افضل تمثيل ليه كيما هذانا بلي افضل تمثيل تاع تاع السيمباتيك هو واحد هارب افضل تمثيل تاع باراسيمباتيك هو واحد كيكون ياكل يعني كيكون يدير لا ديجيستيون هنا غادي ينقص يعني ما غاديش يسحق بزاف لينيرجي غادي لينيرجي تقعد نورمال ما غاديش يستعملها كاع غادي ينقص الاستعمال تاع الانرجي ميم الكونتراكتيليتي كاردياك الريسبيراسيون كلشي غادي هاد لي زاكسيون كاع ينقصوا داكور وغادي نشوفو ثاني كيفاش ترى ستيميلاسيون المهم لي ستيميلي هو لاسيتيل كولين لاسيتيل كولين هذا انيبي يعني اكسيون تاعها انيبيتريس يثبط لنا الريتم كاردياك والريسبيراسيون اكسيتيرا بصح في لو ميم طون هو راح يطلع لنا لاكتيفيتي تاع واش صح السيستم اني بلا كونتراكتيليتي كاردياك وديمينو لو ريتم كاردياك راح نشوفو كيفاش مي ستيميول راح يطلع لنا لاكتيفيتي تاع لي ستوما ويطلع لنا لاكتيفيتي تاع لي زانتيستا ولي غروند ساليفير داكور تما هو على بيه نقول له ريست ان دايجست يعني ينقص لنا من الريتم كاردياك اكسيتيرا بصح يطلع من لاكتيفيتي تاع لي ستوما باش تصرى ديجيستيون وتاع لي زانتيستا وتاع لي غروند ساليفير هذا هو لا ديفيرونس بين سيمباتيك و باراسيمباتيك دونك كيما قلنا على حسب سيتياسيون راح الكور تاعنا يعرف وين السيستم اللي خدمه صح جيسبا تكونوا فهمتوا باللي عندنا الكور راح يخدم بالسيستم نيرفو اوتونوم يعني الانرفاسيون تاعها تصرا بالسيستم نيرفو اوتونوم سبيسيفيكمون بالسيستم نيرفو سيمباتيك وباراسيمباتيك باش نفهموا كيفاش ياثروا على الكونتراكتيليتي كاردياك خاصنا نفهموا كيفاش يخدموا هاد لي دو سيستم عندنا السيمباتيك صح هذا السيستم نيرفو اوتونوم يعني فيه سيمباتيك وباراسيمباتيك نشوفوا قبل السوماتيك نشوف السوماتيك دقيقة السوماتيك عندنا كيفاش تصرى هذيك ستيميلاسيون عندنا كيفاش السوماتيك قلنا هو اللي يديرنا كونتراكتيليتي تاع الميسكو سكيلاتيك الفولونتير عندنا موتو نورون واحد هذا موتو نورون نقول له موتو نورون راه يروح للميسكو سكيلاتيك عندنا واحد راه هنا يطلع لنا لاسيتيل كولين يروح للميسكو سكيلاتيك ويدير له لاكتيفاسيون تاع ويدير له كونتراكسيون تاعه داكور هذا السوماتيك ديفيرونس بينه وبين الاوتونوم هو ان الاوتونوم فيه دو موتونورون يعني ما فيش غير واحد سوماتيك فيه غير واحد بصح اوتونوم يعني سيمباتيك باراسيمباتيك يخدموا بدو موتونورون داكو صح عندنا الموتونورون الاول نقولوا له لو نورون بري غونغليونيك نورون لو نورون بري غونغليون هذا الاول هذا هو النورون بري غونغليون هذا عندنا هذا وهذا هذو زوج دي نورون بري غونغليون يعني علاه نقولو بري غونغليون باسكو جايين قبل الغونغليون تاع هذا السيستم تاع هذا لاشين سيمباتيك
تاع هذا مش عارف كيفاش نسميها، تاع لا فيبر سيمباتيك، باردون، تاع لا فيبر سيمباتيك. عندنا في السيمباتيك با سيمباتيك في زوج عندهم ان غونغليون. الاول تاع السيمباتيك راه جاي قايم على البديه، يعني النورون بري غونغليون جاي غير صغيره كيما راكم تشوفوها هنا. ومن بعد موراها عندنا الغونغليون. هذا الغونغليون شنو غادي يصرى له؟ غادي كي السيمباتيك غادي يصرى ستيمولاسيون، غادي هذا النورون بريكونغليون غادي يفرز لنا الاسيتيل كولين. داكو، دوك عندنا هذا النورون بريكونغليون غادي يفرز لنا الاسيتيل كولين. الاسيتيل كولين شنو غادي يدير؟ غادي يحفز لنا النورون بوست كونغليونير. النورون بوست كونغليونير، هذا النورون بوست كونغليونير غادي تحفز بلاستيل كولين وصالها ستيمولاسيون توصل حتى لوغان افيكتور. هذا التيسو تارغيتد تيسو، يعني لوغان افيكتور. هنا هاد لوغان افيكتور عندنا الخاصيه تاع السيمباتيك، هذا النورون بوست كونغليون غادي يفرز لنا الادرينالين ولا الابينيفرين. ادرينالين هو الابينيفرين والنورادرينالين. داكو، عندنا الابينيفرين نور ابينيفرين ريسونسيال. عندنا هذا السيمباتيك، عندنا النورون بري غونغليون كي ستيمولا يفرز لنا الاسيكولين، يروح للغونغليون يحفز لنا النورون بوست غونغليون اللي غادي ستيمولاسيون تروح حتى لهذاك التيسو اللي راه ولا لوغان افيكتور. غادي كي يوصل تما غادي يفرز لنا لادرينالين والنورادرينالين. هذه الخاصيه تاع السيمباتيك. هذا النورون بوست بري غونغليون نقولوا له نورون كولينيرجيك. على نقولها نورون كولينيرجيك باسكو يفرز لنا اسيتيل كولين. داكو، وهذا ثاني نقولها كولينيرجيك باسكو يفرز لنا الاسيتيل كولين. ومن بعد وهنايا في البوست غونغليون هنا نقولوا لها ادرينيرجيك. على نقولها ادرينيرجيك باسكو يفرز لنا الادرينالين والنورادرينالين. داكو، صح. هذا في السيمباتيك. في الباراسيمباتيك لا ميم شوز، عندنا نورون بري غونغليونير و نورون بوست غونغليونير، وعندنا غونغليون في الوسط. نورون بري غونغليون كيما كنتو تشوفو جاي طويل في الباراسيمباتيك، يوصل عند الغونغليون هنا شنو غادي يفرز؟ يفرز لاستيل كولين، يحفز لنا نورون بوست غونغليونير. كي تحفز ميم هو يفرز لنا لاستيل كولين. داكو، ميم هو يفرز لنا لاستيل كولين. راح نشوفو هنا لي ريسيبتور اللي جايين في لي تيسو ايسونسيال. لي نورون بري غونغليونير بوست غونغليونير تاع الباراسيمباتيك كاع كيما راهم جايين كولينيرجيك، ماشي كيما السيمباتيك النورون بوست غونغليونير جاي ادرينيرجيك. داكو، لا ميم شوز هنايا، راح نعاودو نشرحوها. هذا السيستيم باراسيمباتيك، هنا اورتو سيمباتيك، اورتو سيمباتيك و سيمباتيك. باراسيمباتيك غادي عندنا نورون بري غونغليونير لي كون طويل بارابور سيمباتيك، طويل. ومن بعد يفرز لنا في الغونغليون يفرز لنا اسيتيل كولين. ومن بعد هذا الغونغليون النورون الزاوج بوست غونغليونير غادي ميم هو يفرز لنا لاسيتيل كولين باش يوصل لوغان افيكتور. السيستيم اورتو سيمباتيك عندنا نورون بري غونغليونير يكون قصير، يفرز لنا لاسيتيل كولين، يحفز لنا نورون بوست غونغليونير، نورون بوست غونغليونير يحفز لنا الادرينالين والنورادرينالين. داكو، جيسبا تكونوا فهمتوا كيفاش يخدموا هاد لي دو سيستيم. راح نشوفوا كيفاش يخدموا في الكور. قبل ما نشوفوا كيفاش يخدموا في الكور، خاصكم تعرفوا باللي الخاصيه تاع السيستيم سيمباتيك، يعني ديفيرونس بين سيستيم سيمباتيك وبار سيمباتيك. سيستيم سيمباتيك، في السيستيم سيمباتيك كاين واحد لاشين نقولوا لها لاشين سيمباتيك، يعني لي نورون سيمباتيك. لي نورون سيمباتيك خاصهم يفوتوا بواحد الغونغليون، الغونغليون سيمباتيك، هذا هو سيمباثاتيك غانغليون. غادي خاصهم يفوتوا قبل بهذا لاشين سيمباتيك قبل ما يروحوا لوغان افيكتور. وبصح البارا سيمباتيك ما خاصهمش يفوتوا كاع بهذا لاشين. هذه هي لاشين سيمباتيك. كي يولي هذا النورون يكون سيمباتيك، راح قبل يفوت بلاشين سيمباتيك قبل ما يروح لوغان افيكتور. نشوف كيفاه هنايا في هذه ليماج. هنايا هذه لاشين اللي هضرنا عليها، هذيك لاشين سيمباتيك. هذا لي نورون سيمباتيك قبل ما يروحوا لي زوغان افيكتور راهم رايحين قبل يفوتوا على كيما راكم تشوفوا هنا. هذه هي لاشين سيمباتيك، راهم قبل رايحين يفوتوا على لاشين سيمباتيك، باردون، قبل يفوتوا على لاشين سيمباتيك ومن بعد يروحوا لي زوغان. قبل ما يروحوا لي زوغان خاصهم قبل يفوتوا لاشين سيمباتيك. على بها هذيك الديفيرونس بينهم. هنايا
يعني كيما شفتوا بلي السيستم سيمباتيك عندنا هذا النورون الاول، عندنا غير النورون بريكونغليوني غير يكون غير كسير باسكو راهي ديريكت جايه موراه لا شين سيمباتيك. لا شين سيمباتيك فيها شحال من غونغليون؟ لا شين سيمباتيك اي كومبوزي دو غونغليون، تكون سي سوبستانس غريز. قلنا لي غونغليون متكونين من لي كور سيلولار، سي سوبستانس غريز. دونك عندنا قبل عندنا يفوتوا من لي غونغليون، ومن بعد غادي يروح لهذاك النورون بوست غونغليون يكون طويل داكور قبل ما يوصل لي زورغان. ماشي كيما الباراسيمباتيك ما يفوتوش، ما كاش هذيك لا شين. ما عند باراسيمباتيك ما كاش اون شين با شين، ما عندهمش هذيك لا، ما عندهمش شين يفوتوا منها داكور. بعدا ما عندهمش شين يفوتوا منها، يعني يروحوا ديريكت لي زورغان. حدا لي زورغان كاين هذاك الغونغليون لي هو الغونغليون لي يفصل بين لي دو نورون بري غونغليون و بوست غونغليون داكور. هذه الغومارك اللي بغيت نوصلها، نقولوا له نقولوا لهم لي دي نو دي نورون بارافيرتيبرو، يعني اون شين بارافيرتيبرا سيمباتيك ولا بارافيرتيبرال داكور، يعني جاي حدا لي فيرتيبر صح. هذه لا شين سيمباتيك هذا نعليها بور لو كور، يعني جيت با تكونوا فهمتوا كيفاش يخدموا سيمباتيك با سيمباتيك. دونك نديروها اسقاط، يعني كاش تعلمنا نديروا نديروا اسقاط في الكور. الكور اي انيرفي و افكتي بار لو دو سيستم، يعني كاع لي زورغان انتيرن يكونوا افكتي بار لو دو سيستم على حساب السيتوياسيون. يعني على حساب اذا كانت سيتوياسيون تاع تسحق لينيرجي غادي يخدم كيما ستريس ولا يخدم سيمباتيك. اذا كان هذاك السيد مريح يعني ما يسحقش كاع لينيرجي ولا ياكل ولا، هنا غادي يخدم بار سيمباتيك. لو سونتر تاع لينيرفاسيون كاردياك وين جاي في لاموال الونجي البولب. باش تفهموا لاموال الونجي خاصكم تفهموا ترون سيريبرال. هنا راح نديروه نمثلو غير حاجه خفيفه. هنا عندنا هذا لو سيرفو وهذا ترون سيريبرال. ترون سيريبرال فيه 3 بارتي، يعني جاي تحت السيرفو. ترون سيريبرال هو اللي جاي قدام لا موال ايبينيا، فيه 3 بارتي. لا بارتي كاع لا بلوز اللي جاي كاع تحت نقولها لا موال الونجي، لا موال الونجي ولا البولب هي لا بارتي انفيريور تاع ترون سيريبرال. دونك هنايا في لاموال الونجي كاين لو سونتر تاع لينوفاسيون كاردياك. دونك هنايا هنايا لو سي سي تادير لا بارتي انفيريور تاع ترون سيريبرال. دون لاموال الونجي il y a un centre cardio excitateur، يعني اللي يخرج منه السيستم سيمباتيك. كارديو اكسيتاتور معناتها هو اللي يحفز لنا، يدينا ستيمولاسيون اكسيتاسيون تاع الكور. شحال حاجه دي اكسيتاسيون تاع الكور هي سيمباتيك بيان سور. تسمى في السونتر كارديو اكسيتاتور في لا فاز فونترال، جاي في لا فاز اونترال تاع لاموال الونجي. كاين السونتر كارديو انيبيتور، يعني جاي في لا فاز دورسال تاع لاموال الونجي. À partir du centre cardio-excitateur, il rejoue les neurones sympathiques. À partir du centre cardio-inhibiteur, les inhibits sont parasympathiques. C'est-à-dire qu'il rejoue les neurones parasympathiques. Alors, je vais vous kiffer. On a ici le cerveau brain. On a ici le cerveau. On a ici le medulla. On a ici le mal allongé. في المال allongé, on a ici, يعني هنا مش مثلين بس على سنسير في la face antérieure. هذه هي لا فاس اونتيريور، يخرج منها هو السونتر كارديو. هذا هو السونتر كارديو اكسيتاتور، يخرج منه شي يخرج منه، يخرج منه سيمباتيك. لو سونتر كارديو اكسيتاتور يخرج منه لو سيستم سيمباتيك. في السونتر كارديو اكسيتاتور اش غادي يصرى؟ غادي هذاك النورون، يعني لو نورون سيمباتيك ما غاديش غادي يروح يهبط. باسكو علاه قلنا باللي السيمباتيك راه جاي وين؟ جاي في لاموال توراسيك ولومبير. هو غادي يهبط هنايا يروح للاموال، هذا النورون غادي يروح لاموال توراسيك ولومبير. كي غادي يروح لاموال توراسيك ولومبير غادي يروح وين؟ غادي يروح لهذيك لاشين، يعني هنا راه كاينه كاع شين كامله يهضرنا عليها. غادي يروح لهذيك لاشين لاشين سيمباتيك. هو غادي يدير يعني غادي يدير اتصال مع الغونغليون سيمباتيك. في الغونغليون سيمباتيك هنا عندنا الفيسو سونغا، بعد حنا نهضروا عليه. ليسونسيال هنا هذا هو الغونغليون، عندنا هذا السيمباتيك، عندنا هذا النورون شنو قلنا له بري غونغليونير، نورون بري غونغليونير. غادي يتفرز هنا شي تفرز، يتفرز اسيتيل كولين صح لاستيل كولين، ومن بعد غادي يتحفز هذا النورون بوست غونغليونير، غادي صالا ستيمولاسيون. هذا ستيمولاسيون غادي تخليه يفرز لنا شي يفرز، هذا سيمباتيك يفرز لنا
ادرينالين نورادرينالين داكو كي يفرز لنا هذا الشيء غادي يدير لنا اكسيتاسيون تاع الكور كيفاش تدينا اكسيتاسيون تاع الكور ثاني راح نشوفوها من بعد ليسونسييل عندنا السيمباتيك راح نزيدو نشرحوها من بعد عندنا هذا السونتر كارديو اكساتور تاع لاموال الونجي جاي هنايا هذا هو السونتر توجور عقلوا بلي هذا هو السونتر تاع ريغولاسيون تاع الريتم كاردياك جاي في لاموال الونجي لا فاس اونتيريور فيها السونتر كارديو اكساتور غادي يخرج منها النورون سيمباتيك يهبط في لاموال توراسيك ولومبير باسكو هنا هذا هو السونتر تاع السيمباتيك غادي يروح من بعد غادي يدير غولي مع لا شين سيمباتيك يعني الغونغليون هذاك اللي يكون حداه هو غادي يخرج شحال من غمنا شحال من نورون ايسونسييل غادي يدير لنا غولي مع هذاك الغونغليون ومن بعد غادي النورون الزاوج اللي هو بوست غونغليونير غادي كي صرا ستيميلاسيون راح يفرز لنا الادرينالين النورادرينالين ويحفز لنا الكور باش تصرا كونتراكسيون يعني كل ما زاد لاكتيفيتي تاع السيمباتيك غادي تطلع الكونتراكتيليتي كاردياك داكوغ هذه الاولى الزاوجه هي الباراسيمباتيك يعني سونتر كارديو انيبيتور Le centre cardio-inhibiteur, j'ai la face postérieure, tu as la moelle allongée, tu as le médoule. Cardio-inhibiteur. Le centre cardio-inhibiteur, j'ai la face postérieure. غادي يخرج منه النير فاغ النير فاغ قلنا ما يسحقش لا شين بوست غونغليونير وهو اصلا هذا النير فاغ سي تاع النير كرانيا يعني جاي في لا ريجون سيرفيكال جاي من الفوق تما ما غاديش يهبط حتى لا مال توراسيك غادي ديريكت يروح للكور هنا هما قلنا بلي هنا البري الغولي بري النورو بري غونغليونير في الباس سيمباتيك يكون طويل بزاف باسكو ما كانش هذيك لا شين سيمباتيك في الوسط تما كان يكون طويل غادي كيوصل عند هذا الغونغليون غادي شي يدير غادي يفرز لنا الاسيتيل كولين البوست غونغليون راك تشوف فيه بلي غير صغير يعني في الباراسيمباتيك بوست غونغليون يكون غير صغير يفرز لنا ميم هو الاسيتيل كولين هذا الباراسيمباتيك كيفرز لنا الاسيتيل كولين اش غادي يدير غادي ينقص لنا من الكونتراكتيليتي كاردياك ميم هذا الشيء كيفاش حتى يطلع لنا كونتراكتيليتي وكيفاش ينقص لنا كونتراكتيليتي راح نشوفها في الفيديو الجاي ان شاء الله ليسونسييل دوكا عقلو كيفاش تصرا الستيميلاسيون بالسيمباتيك ou le para sympathique. Donc comment se déroule cette excitation? Comment se déroule l'excitation inhibition du cœur? Radne sympathique, radi iro, ikuna radi sympathique, ijimel la face antérieure, cardio excitateur radi iro, hatta la moelle thoracique lombaire, on va radi yخرج neurone غادي شي يدير غادي يتلاقى بلا شين هذه غونغليونير تما قلنا النورون بري غونغليونير يكون غير صغير يفرز لنا الاسيتيل كولين ومن بعد كي هاد لاستيكون غادي يستيمولي لنا لو نير بوست غونغليونير غادي يروح حتى للكور ويدير لنا الاكسيتاسيون صح شي راهو ما كنت بغيت نقولها لكم هي على لي ريسبتور يعني في الكور غادي باش يتلاقى يعني هذا لي ميدياتور اسيتيل كولين والادرينالين كي غادي يروحوا هنايا جو هنايا في هاد ليماج هنا هادو هما لي سيلول هنا جايين قلنا لي سيلول تاع لي سيلول لي يديرونا الكونتراكسيون يعني لي سيلول لي تاع الكور لي استقبلوا هاد لي ميدياتور هاد لي سيلول فيهم دي ريسبتور يعني هنا كاين بزاف شحال من سيلول اذا كان السيمباتيك هو اللي يخدم تما غادي هذا الميدياتور اللي هو الادرينالين ادرينالين نورادرينالين الريسبتور اللي استقبلهم هما يقولون لهم بيتا ادرينرجيك يا سيتور بيتا ادرينرجيك هادي دير لنا ستيميلاسيون تاع الكور اذا كان اللي يخدم هو الباراسيمباتيك تسمى ش غادي يتفرز لاستيل كولين لي ريسبتور اللي غادي يستقبلهم نقول لهم دي ريسبتور ميسكارينيك داكو دي ريسبتور ميسكارينيك غادي يديروا لنا انيبيسيون تاع الكونتراكتيليتي كاردياك داكو ان شاء الله تكونوا فهمتوها صحه ومن بعد ابري سا ش عندنا لوتوماتيزم كاردياك يعني ان شاء الله تكون فهمتي كيفاش تصرا لي نافاسيون تاع لو كور كملنا معاها دوك نهضروا على لوتوماتيزم كاردياك لوتوماتيزم كاردياك ش معناتها الكاباسيتي تاع الكور باش يدير كونتراكسيون غير وحده يعني هو يقعد غير يدير هذيك لا كونتراكسيون ريتميكمون سبونتانيمو بلا حتى حاجه اخرى راهي تحفز فيه داكو يعني غير بينه يعني غير هذيك لاشين هذاك البلكسوس
نيرف لي راه جاي في الكور اللي كنا نشوف فيه دوكا اللي فيه لي نوسين واتريال واتريو فونتريكولار اكسيتيرا، غير هو وحده يبدا ينقل لنا في الالكتريسيتي يعني داخل في الكور. دونك انا لو كور قبل ما نبداو صحه انا لو كور تاع ميسك ستريي دي في كو لي سيلول موسكولار كارديا كونتيان دي ساركومير. هضرنا عليها قلنا عليها قلنا ميسك ستريي باسكو لي ميسك سكيتي كارديا فيهم لي ساركومير. لي ساركومير هما هي لونيتي فونكسيونيل كونتراكتيل تاع لي ميسك ستريي. يعني كي تشوفوا ميسك فيه لي ساركومير معناتها سي تاع ميسك ستريي. الميسك كاردياك فيه دو تيب دو سيلول. عندنا دي سيلول اللي هما اللي يديرونا ويديرونا يوصلونا لي زامبولسيون لي كونتراكسيون. عندنا هذا التيب الاول. التيب الزوج هادو لي دي سيلول لي غادي غير يستقبلوا هذوك لي كونتراكسيون. كي يستقبلوا كيشوفوا بلي السيلول اللي حداهم وصلت لهم كونتراكسيون امبولسيون غادي هما غير وحدهم حتى تصرا لهم ستيميلاسيون ويديروا كونتراكسيون يعني ريبوند باغ اون كونتراكسيون. ولونسومبل تاع هاد لي دو تيب سيلولار هو اللي كونا ميوكارد. كيفاش هذا الشيء؟ صح هنا سي كوا لوتوماتيزم سادير كو لو كور اي اوتو اكسيتابل اي لا بروبريتي دو سو كونتراكتي سبونتانيمون اي ريتميكمون اون ابسونس دون ستيميلاسيون اكستيريور. يعني غير وحده يعني غير اذا كانت سيلول عندنا اون سيلول جينيراتريس دي امبولسيون هي اللي توصل لنا ليكسيتاسيون للسيلول اللي حداها اللي تكون اللي كي روسوا لي امبولسيون و سي ريبوندي بار اون كونتراكسيون. نشوفوا كيفاه. صح هنايا هادو لي تيب تاع لي سيلول مسكولار. عندنا لي سيلول سكيليتيك هادو تاع السيستم نيرف فولونتير يعني لي سان كونتراكسيون فولونتير. عندنا المسكول ليس ان فولونتير وعندنا الكاردياك يعني جاي هو ماهوش فولونتير بصح في او ميم طون جاي ستري. داكوغ كيفاش نعرفوا بلي هذا المسكول ستري سيبو فيه لي ساركوما هادي لونيتي فونكسيونيل. صح لا كاراتيستيك تاع لي ميسكل تاع لي سيلول ميوكارديك اي سون ريوني اونتر يعني كيفاش حتى عندهم هاد اوتوماتيزم. علاه لو كور اي اوتو اكسيتابل باسكو لي سيلول ميوكارديك عندهم لا كاراتيستيك دو سينسيسيون فونكسيونيل. شما تاع سينسيسيون معناتها لي سيلول ميوكارديك يعني هنايا لي سيلول ميوكارديك جايين لازقين في بعضهم بزاف. كاين دي ديسك نقولهم دي ديسك انتركاليتد ديسكس هادو راهم يربطون لي سيلول كاردياك ميسكولا كاردياك مع بعضهم يعني تيل ملازقين بزاف مع بعضهم كو هذاك البوتونسييل داكسيون كي صرا في كاش سيلول. قلنا مثلا عندنا دو تيب سيلولا كي صرا في سيلول صرا لها بوتونسييل داكسيون تستقبل هذاك لانفلو اللي جاي من السيمباتيك داكو كي تستقبل غادي صرا دير لنا بوتونسييل داكسيون بلا ما هذاك الشيء يعني غير هذيك السيلول هي اللي توصل لنا البوتونسييل داكسيون لكاع لي سيلول اللي جايين حداها. كيفاش هذا الشيء راح نشوفه. قلنا قبل لي سيلول سون يوني با دي ديسك انتركالير. هذا لي ديسك انتركالير هذو هما هذو لي ديسك انتركالير. لي ديسك انتركالير فيه زوج صوالح. ديسك انتركالير متكون من دو كومبوزون لي هما لي دوسموزوم ولي غاب جانكشنز يعني لي جونكسيون غاب. هاد لي دوسموزوم اش غادي يديروا؟ هذو هما لي دوسموزوم هذو يلصقولنا لي سيلول مع بعضهم ميكانيكمون. شنو معناتها ميكانيكمون؟ معناتها كي تولي كاينه كونتراكسيون تاع الكور قلنا غادي كاع راح نشوفوا ديك لا تيوري تاع توتوريان ليسونسيال غادي كي يبدا يكونتراكتي الكور غادي كاع لي سيلول كيما راهم يديروا كونتراكسيون كاع مع بعض. كي يديروا كونتراكسيون كاع مع بعض هاد لي ديسموزوم راك تشوف فيهم هادو ديسموزوم هما لي شدوهم هما لي خلو لي سيلول لازقين في بعضهم كي تولي كاينه كونتراكسيون داكو. وعندنا لي كاب جانكشنز هادو هما هادو لي كاب جانكشنز يكونيكتونا لي سيلول الكتريكمون. شنو معناتها الكتريكمون؟ معناتها كي يصرا بوتونسيال داكسيون هنايا في كاش سيلول غادي هذا البوتونسيال يروح للسيلول الاخرى. كيفاش يروح؟ يروح بالكاب جانكشن داكو. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. عندنا هاد لي ديسك انتركالير غادي سون كومبوزي دو ديسموزوم اي دو كاب جانكشنز. وهذا الشيء هذا الكومبوزيسيون هذا الكاراتيستيك بلي هما جايين كونيكتي مع بعض بهاد لي ديسك هي اللي تخلي عندهم كاراتيستيك تاع سينسيسيون فونكسيونال سينسيسيون
معناتها جايين اونيتي اونيتي معناتها كي تكونتراكتي سيلول كاع لي سيلول يتصاون كونتراكسيون. مثلا كاش سيلول ميوكارديك جايه في الفونتريكول دغوا باغيزوم جايه بعيده تما كاع لي سيلول اللي جايين في الفونتريكول دغوا وكاع لي سيلول اللي جايين في الفونتريكول غوش كاع غادي كونتراكت يديروا كونتراكسيون مع بعض. داكو ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد لا كاراتيرستيك. راح نشوفوا كيفاش ينتقل البوتونسيال داكسيون. وثاني راح في الفيديو الجاي ان شاء الله راني نطلع الكور تاعنا يعني تاع لونيفرسيتي دوران تاع البرومو تاعنا ان شاء الله راح نشرح لكم هذا في الكور يعني نشرح لكم كيفاش البروف شرحها ان شاء الله. صحه لا لوا دو توتوريان يعني جاي مرتبطه مع سيسيون فونكسيونيل توتوريان معناتها يا اما كاع لي سيلول اللي يديروا كونتراكسيون يا اما حتى سيلول ما دير كونتراكسيون باسكو علاه كي تصرا كونتراكسيون في كاش سيلول راح كاع لي سيلول الاخرين يديروا كونتراكسيون باسكو علاه باسكو كاين غاب جانكشن. راك تشوف في هذا الغاب جانكشن هذه راح كي صرا بوتونسيال داكسيون راح توصل لنا هذاك البوتونسيال داكسيون تديه للسيلول اللي موراه ومن بعد هذا السيلول اللي موراها راح دير راح دير بوتونسيال داكسيون راح توصل لنا البوتونسيال داكسيون بالغاب جانكشن اللي عندها توصلها للسيلول اللي حداها وهي رايحه. يعني يا اما كاع الكور دير يدير كونتراكسيون يا اما حتى سيلول ما دير كونتراكسيون داكو. هنايا باغ اكزومبل هذو هما لي سيلول لي سيلول مسكولير لي هاد لي سيلول مسكولير كادي نقولهم دي ميوسيت ولا كارديوميوسيت جايين. هذا هو النوسينو اتريا اللي هضرنا عليه قلنا بلي هنايا في ديك ليماج نرجعو كاع هنا معليش نرجعو هنايا في هاد ليماج قلنا عندنا النوسينو اتريا هذا هو النوسينو اتريا وهذا النو اتريو فونتريكولار وعندنا هاد لي برونش اللي هضرنا عليهم لي فيبر دو بيركينجي. هنا هادو هما هنا راهم جايين لي سيلول هنا راك تشوفوا باغ اكزومبل كاع ديروا اسقاط على كاع لي زوتر نو. هذا النو سينو اتريال جاي لداخل فيه دي سيلول هادو هما لي كارديوميوسيت يعني جايين لداخل. راح نعاودو نرجعو هنا وين كنا باش تشوفوها كيفاش راهم ممثلينها. عجبني بزاف هاد التمثيل اللي دايرينه هنايا نوسينو اتريال يعني هنايا كي داروا كي بداو يقلعوا هنا ورالك الكومبوزيسيون تاعه يعني هذا الكومبوزيسيون تاع نوسينو اتريال فيه دي سيلول ميسكولا دي كارديوميوسيت ولا دي ميوسيت. هذه ميوسيت جايين لازقين مع بعضهم داكو جايين لازقين مع بعضهم باغ دي ديسموزوم ودي غاب جانكشنز. هذه ديسموزوم ولي غاب جانكشنز ديسموزوم يلصقون هاد لي سيلول كي تولي كاينه كونتراكسيون يعني متخليهمش يبعدو على بعضهم ميكانيكمون. غاب جانكشنز يوصلونا البوتونسيال داكسيون من سيلول لسيلول يعني اذا صرا بوتونسيال داكسيون هنا غادي يروح هاد السيلول الاولى غادي يروح للسيلول الزوجة توصلها كاع لي سيلول ميم هنايا ميم هنايا دوك كلكو سوا لو بوين لي بدات منه كونتراكسيون غادي ولا البوتونسيال داكسيون غادي ينتقل كاع لي زوتر سيلول. وراح نشوفو كيفاش يصرا بوتونسيال داكسيون ان شاء الله مليح وكاع هاد لي كارتيستيك تاع النوسينو اتريال واتريو فونتريكولار كاع راح نشوفوهم ان شاء الله بالتفصيل. صحه لا ديرنيير دي شوز بور اوجوردي كومون سي ديرو لا ترانسميسيون تاع بوتونسيال داكسيون يعني كيفاش الغاب جانكشن يوصلوا لنا البوتونسيال داكسيون انتر لي كارديوميوسيت. عندنا الاولى عندنا هذا الساركوليما هذا هذه لا سيلول ستري لا سيلول مسكولار ستري كاردياك هذه هي داكو. هذه لا سيلول كاردياك شاشي الكاسيستيك تاعها ان فيها قلنا لي ساركوما وعندنا ثاني فيها الريتيكولوم ساركوبلازميك هذا ساركوبلازميك ريتيكولوم. دوك حنا كي غادي هذاك البوتونسيال داكسيون يعني صح هنا مي شايفه راه مثلين غاب جانكشن بايزوب انا مثلها لكم هنايا داكو نديرها هنايا غادي بوتونسيال داكسيون جانا من السيلول اللي راهي حداها داكو. هنا هذه دارت بوتونسيال داكسيون غادي هاد بوتونسيال داكسيون يدخل داكو يعني الشاب البوتونسيال داكسيون يدخل معناتها الان ا بلس غادي يزيدو يطلعو هنايا لداخل في هاد لا سيلول اللي جايه حداها. هذا الشيء اش راح يدير راح يحفز لنا الريتيكولوم اندوبلازميك يدير له ستيميلاسيون وغادي يدخل ميم الان ا دو بلس يدخل ان ا بلس باردون سي ا دو بلس. هذا الشيء اش راح يديرو راح يحفزونا الريتيكولوم ساركوبلازميك. الريتيكولوم ساركوبلازميك فيه دي كانو راك تشوف في هذا الكانال لي غاتيكون ساركوبلازميك فيه داخل كالسيوم بزاف
وفيه دي كانون اللي خارجون هذا الكالسيوم. دونك عندنا البوتنسيال داكسيون اللي صرا في السيلول اجاسونس يعني غادي يدير لنا ستيميلاسيون ريتيكولوم ساركوبلازميك اللي جاي في السيلول اللي حداها. كي غادي ستيميلي هذا الريتيكولوم ساركوبلازميك غادي يخرج لنا الكالسيوم يخرج من الريتيكولوم هذا. وين غادي يروح؟ غادي يروح هنايا للتروبونين هذا نقولوه ميوبلازم. ميوبلازم غادي يروح للتروبونين. كي يدير هذا الكالسيوم كل ما زاد يحفز لنا التروبونين كل ما زادت لا كونتراكسيون. يعني اذا صرا بوتونسيال داكسيون هنايا غادي ينتقل للسيلول اللي حداها يحفز لنا الريتيكولوم ساركوبلازميك غادي يخرج لنا الكالسيوم. هذا الكالسيوم كي يخرج غادي يحفز لنا الميوبلازم هذا كي تحفز يدير لنا كونتراكسيون وهي رايحه. هذا الشيء غادي يزيد يحفز لنا الكالسيوم هذا اللي يخرج غادي يزيد يحفز لنا السيلول اللي حداها ودينا بوتونسيال داكسيون اكسيتيرا. داكو هذه كونسيرنو لو كود اجوردي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كاش حاجه سقسوني فنحط لكم في الديسكريبسيون لي ليان تاع لي كونت تاعي. اي بون كوراج.